أهلا بكم أعزائي المشاهدين في بداية حلقة اليوم من سوهاج بلد المواويل، والتي نتابعها مع حضراتكم من داخل مستشفى الهلال التابع للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، لنتعرف على أهم الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي للمنتفعين من أبناء محافظة سوهاج. في بداية حلقة اليوم يسعدني أن ألتقي ضيف البرنامج الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج. دكتور محمد، برحب بحضرتك معنا في بداية الحلقة. أهلا وسهلا بكم وأهلا بمشاهدين قناة طيبة. بشكر حضرتك يا دكتور. بصراحة التأمين الصحي إذراع تانية في المنظومة الصحية بجانب مستشفيات وزارة الصحة، وبيشيل عبء كبير وهم كبير بيشيلوا عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء منهم. لو حضرتك تكلمنا وتدينا فكرة عن أهم الخدمات اللي بتقدمها منظومة التأمين الصحي هنا ممثلة في الفرع وعياداته الشاملة والتابعة للتأمين الصحي للمنتفعين داخل محافظة سوهاج. هو مما لا شك فيه أن التأمين الصحي هو الضلع الثالث من أضلاع المنظومة الصحية، سواء الجامعة أو مستشفيات وزارة الصحة أو التأمين الصحي. دول الثلاث جهات الأساسيين اللي بيقع عليهم عبء المنظومة الصحية وخدمة المواطنين. التأمين الصحي زي ما قلنا بيقوم بجميع الخدمات أو يؤدي جميع الخدمات الصحية، سواء كانت خدمات علاجية أو خدمات عمليات أو خدمات تشخيصية، سواء داخل وحداته أو الوحدات المتعاقدة، حيث أن التأمين الصحي لا يكتفي بتأديه الخدمة الصحية فقط في وحداته المحدودة، ممكن تكون محدودة وما تقدرش تكفي تعداد الشعب المصري. فالتأمين الصحي عامل منظومة تعاقدات مع جميع المنشآت الصحية الحكومية وبعض المنشآت الخاصة داخل المحافظة وداخل محافظة الجمهورية. يعني المواطن في كل الحالات سيحصل على الخدمة الطبية، على الخدمة الطبية سواء داخل وحدات المملوكة للتأمين الصحي أو داخل وحدات المتعاقدة. طيب لو جينا بداية من الطفل اللي اتولد النهاردة دكتور لحد الرجل الكبير، ايه الخدمات اللي يحصل عليها كل يعني فئة من الفئات العمرية؟ احنا عندنا مثلا الاطفال وسن المدارس، الخدمات العلاجية، الخدمات الوقائية، خدمات الفحص الشامل، خدمات التطعيمات. بالنسبة لفئة الموظفين الخدمات العلاجية وخدمات تشخيصية. بالنسبة لباقي الفئات نفس الحكاية، التشخيص وعلاج وعمليات وكل وخدمات دوائية وكل ما هو مطلوب لصحة المواطن بنؤديه. تمام. بالمجان؟ بالمجان يا فندم. التأمين الصحي دكتور محمد يعني بيواكب كل ما هو حديث في مجال العلوم والطب الحديثة. هل التأمين الصحي في محافظة سوهاج مزود بأحدث الأجهزة الطبية، بيصرف أحدث الأنواع في الأدوية، ولا لا احنا عايزين كمان شوية تاني عشان نقدر نواكب التطور في المجال الطبي؟ لا ده أكيد يا فندم بالشكل ده في لجان، على سبيل المثال مثلا في لجان دواء أعضاء فيها أساتذة من كليات الطب بجامعات مصر كلها، سواء لجان فرعية داخل المحافظة أو لجان عامة داخل الهيئة، أساتذة عين شمس والقاهرة. الناس دي بتواكب أحدث مستجدات العلم. الأدوية نفسها كل ما هو أدرج ضمن البروتوكولات الحديثة المعتمدة من وزارة الصحة بتدرج أدويته تلقائيا في التأمين الصحي. بالنسبة للأجهزة كفرع سوهاج على سبيل المثال تورد له الفترة الأخيرة عدد من الأجهزة الحديثة، على سبيل المثال مجمع العاشر اللي كنت فيه من شوية تورد له جهاز أشعة عادية على أحدث مستوى، تورد له جهاز سونار، في جهاز ايكو وتورد حديثا. لمستوى الفرع في اجهزه، ست اجهزه اشعه تلفزيونيه، كذا وحده اسنان توردوا للفرع، فكل دي اجهزه حديثه بمقاييس حديثه. من وجهه نظر حضرتك كطبيب متخصص دكتور محمد، في نوع من الفحوصات الطبيه تعتبر
ترفيهيه مكمله ولا كل الخدمات الطبيه اللي بتقدموها للمنتفعين لا هي ضروريه ومن الاساسيات؟ 99% من او اكثر من 99 هي خدمات صحيه بيقدمها التامين الصحي. اي نعم في بعض الخدمات اسمها الخدمات السلبيه التي يقدمها التامين الصحي، على سبيل المثال عمليات التجميل غير الدوائي، عمليات السمنه. في علاج طبيعي تابع للتامين الصحي؟ فديه دي بنسميها احنا خدمات سلبيه ما بيقدمهاش التامين الصحي. اما خدمات مثلا العلاج الطبيعي، خدمات التاهيل، كل الخدمات دي يقدمها التامين الصحي سواء في وحداته او في وحدات وزاره الصحه. ان احنا التامين الصحي بيقدم كل الخدمات الطبيه باحدث الاجهزه على ايدي اطباء ذات كفاءه عاليه. يعني بتستخدموا اطباء من الخارج للتدريب او للمناقشه الاطباء شباب الاطباء هنا عند حضرتك؟ احنا عندنا هنا اداره تدريب منوط بها عقد مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبيه باستمرار لكل العاملين في التامين الصحي سواء اطباء او تمريض او اداريين، كلهم في مجال، فكله بصفة مستمرة بتنعقد دورات ورش عمل وتدريبات لكل الناس دي لتواكب أحدث المستجدات في مجال، كله في مجال عمل. تمام. الأطباء اللي عاملين مع حضرتك اللي هم الأساسيين على منظومة التأمين الصحي بعدد كافي ولا انتوا حضرتك ذكرت انكم تتعاقدوا مع؟ لا انا للاسف يمكن هي دي مشكله التامين الصحي، انه عدد القوى البشريه من الاطباء غير كافي. بس احنا بنغطي الموضوع ده، بنغطيه بالتعاقدات مع اساسه الجامعه مع الاستشاريين والاخصائيين بتوع وزاره الصحه. حتى العدد الكافي اللي العدد الغير كافي اللي عندي بسم الله ما شاء الله، يعني انا نسبه كبيره منهم واخدين دكتوراه واخدين مؤهلين وعلى اعلى مستوى. طيب احنا كنا في جوله في مجمع العاشر من رمضان، يعني انا بقول لحضرتك بعض الاصوات، يعني هي اصوات قليله، انه الطبيب اللي حضرتك تتعاقد معاه يعني مش في ذات اهميه عنده يولي خدمه طبيه قويه وصحيحه وسليمه للمنتفع. يعني مثلا يقول له انت عندك ايه، انا عندي كذا، اكتب علاج. يعني الكلام ده بيوصل حضرتك ولا هو لا مش موجود الكلام ده؟ الطبيب سواء عامل في التامين الصحي او متعاقد معه، والضوابط اللي بتجبره وتحكمه انه يقدم خدمه طبيه سليمه وكامله للمنتج. هو من اساسيات التعاقد مع اي طبيب من بنود العقد تأدية الخدمة الطبية على الوجه الأكمل. معظم الأطباء الموجودين زي ما قلت لحضرتك كلهم استشاريين كبار في وزارة الصحة وأساس الجامعة. إحنا بنفرق بين نوعية المريض اللي أنت بتقول عليه، اللي داخل المريض ده غالبا داخل خدمة تكرار علاج شهري، للممارس خدمة تكرار علاج شهري. مش فاهمة، لا هو داخل العيادة لازم يكشف عليا ويحط السماعة والضغط والسكر دي خدمة تكرار علاج. اما لو خدمه محتاج، انا عندي لجان متخصصه في جميع الامراض، عندي استشاريين، عندي كل التخصصات. والكل يؤدي عمله على اكمل وجه. يمكن بعض المعوقات اللي هي الزحام ممكن بتؤدي الى بعض نقاط الضعف دي. نجي لشق اخر يا دكتور محمد، المبادرات الرئاسيه، التامين الصحي كان له دور كبير في تنفيذ المبادرات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهم المبادرات اللي حضراتكم شاركتوا فيها كتامين صحي هنا في محافظه سوهاج؟ جميع المبادرات الرئاسيه تامين صحي شارك فيها جنبا الى جنب مع مستشفيات وزاره الصحه او مع وزاره الصحه. زي ايه يا دكتور محمد؟ زي ابتداء من اول مبادره اللي هي مبادره فيروس سي للكبار، ثم مبادره فيروس سي لطلاب المدارس، ثم مبادره الانيميا والتقزم، ثم مبادره صحه المراه، مبادره ضمور العضلات، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كل المبادرات دي التأمين الصحي شارك فيها وبقوة كمان. كان نسبة المشاركة كام في المئة؟
احنا بالنسبه لنا كمبادره مشاركه كبيره جدا، سواء لمرضى التامين او لغير مرضى التامين في المبادرات. بمعنى بمعنى يديني مريض كفحص، مش بقول له انت مريض تامين ولا غير تامين، لحين اتمام اجراءات الفحص والفحوصات ولحين المرحله الاخيره في العلاج. اللي محتاج لا بنفصل بعد كده في العلاج، لا انت هنوجهك للحته الفلانيه تاخد فيها علاج، لكن في المراحل الاولى السكرين والفحص لا، لا نفرق بين مريض مؤمن عليه ولا مريض غير مؤمن عليه. تمام، وده يعني عهدنا بيكم كاطباء وكانسان قبل ما تكون يعني مسؤول يا دكتور محمد. دكتور، العلاج يعني ربما يكون فيه نقص في نوعيه او اثنين او ثلاثه من العلاج في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي، فيه نقص في انواع الادويه داخل العيادات التابعه للتامين الصحي؟ بالفعل يمكن الايام الاخيره شهدت نقص في بعض اصناف الادويه، لكن الحمد لله على وعود من الحكومه انه الموضوع ده هيتحل خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله. طب بتعالجوها ازاي يا دكتور؟ ما انا كمنتفع او كمريض مش هستنى لما الحكومه تحل. احنا بالنسبه لنا كتامين صحي بتبقى الدواء موجود عندي في وحدات المختلفه او في المحافظات الثانيه بطلبه، مش موجود عندي متعاقد مع بعض الصيدليات الخارجيه فبطلع كده الدواء ده اللي يجيبه من الصيدليات الخارجيه. على حساب المواطن؟ على حساب التامين الصحي. حساب التامين الصحي. التامين الصحي. وفي حاله الاختيار الاخير عدم وجوده في الصيدليات المتعاقده، المريض ممكن يشتريه من بره ويجيب لي فاتوره مختومه وانا بسترد النفقات ايا كان المبلغ. طالما ولا لازم يصرف العلاج المكتوب في البطاقه؟ طالما العلاج داخل بروتوكول التامين الصحي. يعني ما يروحش يجيب لي مثلا انواع ادويه غير مدرجه في وزاره الصحه ولا غير مدرجه في بروتوكولات التامين الصحي. طب نبسطها على المنتفعين. الادويه اللي هي المدرجه مثلا خاصه بامراض السكر، الضغط، القلب، ولا ايه؟ ايوه كل الادويه دي مدرجه. مدرج. كل ما هو يعني مدرج. مفيش تخصص مش مدرج. كل ما هو مدرج ضمن بروتوكولات وزاره الصحه والتامين، مدرج في التامين الصحي. مفيش تخصص ومفيش مرض ملوش علاج داخل بروتوكولات التامين الصحي. تمام، بس الاختلاف هتبقى في نوعيه يختلف احيانا بعض الشكل. ده انا المريض الفلاني عايز الدواء اللي في العلبه الزرقاء او الدواء اللي في كذا. يعني التامين الصحي عمل خطوات برضه مساعده للعيان. من الاول خالص من قبل الازمه عملنا صيدلات مدعمه بنجيب فيها بعض الادويه البدائل اللي بنسميها احنا البدائل، بنجيبها وبنديها العيان بسعر مدعم. لا دواء اساسي وموجود في الايام دي مش موجود في صيدليات التامين، بنقول لا روح هاته، بنديه الاستماره يصرفه من الصيدليات المتعاقده، الصيدليات الخارجيه الخاصه المتعاقده. طيب. مع التامين الصحي ومتعاقدين في محافظه سوهاج مع عدد من الصيدليات. تمام. اذا لم يوجد برضه في الصيدليات المتعاقده في ظل الايام دي بنقول له لو قدرت تشتريه من صيدليه غير متعاقده معاها فاتوره الكترونيه هتهولنا وهات لنا الفاتوره دي واحنا هنخليك تسترد نفقاته. مثلا بيقول لك النوع ده مثلا الفعاليه بتاعه الماده او اللي هي الماده العلاجيه او الدوائيه اعلى، ممكن يدفع الفرق وانت تدفع له القيمه اللي انت متعاقد عليها ولا ده صعب يا دكتور؟ لا هي نفرق، يعني ما فيش دواء بيدخل مؤسسه حكوميه زي وزاره الصحه او التامين الصحي الا واجريت عليه الاختبارات. تمام، ما هي منطقي لازم الدواء طالما دخل بتجرى عليه اختبارات الكفاءة. تمام. فكفء. احنا بنختلف. لو عايز انت مثلا البديل المستورد مثلا وغير مدرج. تمام. البديل المستورد انا دخلت بعض الادوية المستوردة او ادوية كتير مستوردة في صيدليات المدعمة في التأمين الصحي. فانا موفرها لك بسعر اقل من اللي بره. تمام، برضه عاوزين نحسب النقطه دي يا دكتور. لو مثلا انا اشتريت من بره في الصيدليه مثلا دواء مثلا ب 10 جنيه، انت متعاقد على نفس الماده الفعاله بنوع ب 6 جنيه،
انا ممكن اجيبه ب 10 وحضرتك تدفع الستة وندفع الفرق الاربعة لا منه ولا لا، الدواء ده مدرج في البروتوكول ولا غير مدرج في البروتوكول؟ لا؟ اه لو مدرج بالاسم في البروتوكول خلاص، بالمبلغ اللي انت اشتريت بيه. تمام، لو مش مدرج يقوم ده هيشيله مش كله، مدرج خلاص ما ينفعش هو يدفع جزء وحضرتك تدفع. ما ينفعش انه دواء غير مدرج في بروتوكولات التامين او الوزاره انا وافق لك على شراء. تمام، احنا يعني انه فيه ناس بتقول لك لا، طب انا اجيب العلاج والتامين يشيل الجزء الخاص بيه. لا حضرتك بتقول ما ينفعش. لا ما ينفعش، لازم يكون مدرج في البروتوكول الاول وغير موجود في الوحدات الصيدلات المملوكه بتاعت التامين الصحي، واديت لك استماره انك تجيبه من بره. انت خدت لي رفض على كل الاستمارات في الصيدليات المتعاقد معاها، رحت للصيدليه سين ادوا لك، قالوا لك الصيدليه الخاصه سين قالوا لك العلاج ده غير موجود، رفض على الروشته، رحت للصيدليه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه على حسب الصيدليات المتعاقد معاها، جبت لي رفض من 3 صيدليات انه الصنف ده غير موجود وانا مطلعه لك، طالما طلعته لك انا اصبح مدرج. تمام، ما هي اهم نقطه برضه لازم نفصلها، العيان ما يروحش يجيب الدواء ويجيني، ده انا كتبت لك الدواء انت ما لقيتوش. ما انا سالت حضرتك بقول لك هو لازم يصرف اللي اتكتب في البطاقه. البطاقه انا كتبت لك الدواء انت ما لقيتوش. الدواء لكن انت رايح جايب لي كيس دواء وتقول لي ده انا اشتريت كيس الدواء ده على حسابي. طب الله اعلم انت اتكتب لك ازاي ومن اللي كتبه لك. صح كده. يبقى احنا كان لازم ان احنا نوضح النقطه دي يا دكتور محمد. يعني برضو عبء كبير برضو، حتى لو هيشيل هيجيب من بره برضو التامين بيقدم له تيسيرات كثيره يا دكتور. اكيد الخدمه الصحيه مكلفه، وما فيش مريض او بني ادم او مواطن مصري يقدر يتحمل تبعيات الخدمه الصحيه كلها، يتحملها مثلا الفتره دي مش هيقدر يتحملها على مدار. مظبوط. نقطه انه الاستشاري لازم هو اللي يحدد يا دكتور محمد العلاج ده يصرف بشكل شهري او كل شهرين او كل 3 شهور. العيادات اللي في المراكز من طمة للبليانة فيها استشاريين ولا يعني بتاخدوا ايه اجراءات للتيسير على المواطن؟ ما انت كل بدل ما تجيبني كل شهر مثلا اقتراح ما وحضرتك ادرى، لا ما انت اكتب لي انا اصرف العلاج ده سنوي، ولا في مشكله ممكن يتعافى منه ولا بتحلوها ازاي يا دكتور؟ دي بترجع لتقييم الاستشاري. الاستشاري بيكتب قراره لمده 6 شهور مراعاه للمراكز البعيده، يمكن كانت في ازمه الكورونا كنا مخلينه لمده سنه ورجعنا تاني طبقا لبروتوكولات الهيئه 6 شهور، فالمريض مش محتاج يجي الاستشاري غير كل 6 شهور يعني للمناظره. هيمشي ويكرر شهرين مع نفسه، يكرر شهرين 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 من اقرب وحده تامين صحي قريبه ليه. تمام. في داخل المركز بتاعه، واحنا كتامين صحي في سوهاج عندنا عياده في كل مركز سوهاج. تمام، بعد الست شهور ينظر مرة أخرى للاستشاري لإعادة عرض على الاستشاري. تمام. سواء الاستمرار في العلاج أو تغيير العلاج أو حسب ما هيشوف الاستشاري رأي طبي. هو في مشكلة إنه إحنا حضرتك توفر له استشاري في كل عيادة؟ عجز في الأطباء. عجز في الأطباء. رئاسة الهيئة عارفة الكلام ده؟ عارفة موضوع بصفة عامة على مستوى الجمهورية برضه الاستشاريين وعجز الأطباء والمناطق النائية بالذات تعاني منها. تمام. شق اخر وهو هام ايضا داخل منظومه التامين الصحي، التحول الرقمي. يعني احنا بننادي بالجمهوريه الجديده وبنقول لا لازم يكون احنا نواكب التحول الرقمي في كل شيء. بعيد عن الزحام والضغط والشد والجذب، انت عارف حضرتك التعامل مع البشر والشباك صعب. وصلنا حد فين في التامين الصحي فيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي؟ التأمين الصحي وفرع سوهاج أخذ خطوات جيدة في موضوع التحول الرقمي. على سبيل المثال موضوع الحجز الإلكتروني أو الحجز عن طريق النت لمواعيد الزيارات والعيادات، الصيدليات ومخازن الأدوية تم ميكنتها، الإحصاء والتسجيل ومكاتب خدمة العملاء تم ميكنتها، جاري إن شاء الله كده في مستشفى الهلال برضه في خلال الأيام القادمة ميكنة بعض الخدمات والتحول الرقمي لبعض الخدمات زي مكتب الدخول والخروج ولبعض الخدمات. فالتأمين اتخذ خطوات بالفعل خطوات كويسة وما زال الاستمرار. مؤخرا ما تم دخوله الخدمة من افتتاح أقسام جديدة أو أجهزة طبية حديثة في التأمين؟
تم توريد جهاز أشعة إيكو حديث خدمة لمرضى التأمين الصحي، بحيث أنه خدمة الإيكو كانت موجودة في مستشفى الهلال، فكل مرضى التأمين كانوا بيجوا مستشفى الهلال يا معهد القلب يا جامعة الجهاد المتعاقدة. أنا كمان هخفف الزحام عن مستشفى الهلال وعن الجهاد دي، أن أنا هفتتح وحدة فحص إيكو أموجات صوتية على القلب في أحد العيادات الخارجية، زي ما قلنا أجهزة السونار اللي تم توزيعها على المراكز، بدل ما كان مريض من مركز جرجة أو كذا أنت محتاج أشعة تلفزيونية تعال أعملها في سوهاج، لا ده أنا جبت لك جهاز في العيادة اللي القريبة منك في المركز. ده بالنسبة لمجال الأجهزة. بالنسبة للخدمات الجديدة في المستشفى، تم افتتاح عدد من الخدمات الجديدة زي وحدة الأشعة التداخلية، وحدة الأشعة المقطعية على القلب، القسطرة اللي زادت أعدادها وزادت خدماتها. عندنا وحدة أشعة إيكو القلب على الأطفال. بالنسبة للعيادات، المبادرات الجديدة ووحدة صحة زي صحة المرأة زي الأورام السرطانية، كل دي خدمات جديدة داخل التأمين الصحي. استكمالا أعزائي المشاهدين لحلقة اليوم من سوهاج بلد المواويل، يسعدني أن ألتقي دكتور محمد عبد الرحيم مدير عام مستشفى الهلال التابع للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج. دكتور محمد، بنرحب بحضرتك معنا. أرحب بحضراتكم، أهلا وسهلا بقناة طيبة، قناة تامنة، وبمشاهدينا الكرام. شكرا دكتور. عايزين نطمن أهالي سوهاج عن أحوال مستشفى التأمين الصحي أو مستشفى الهلال التابع للتأمين الصحي هنا في محافظة سوهاج. دكتور، الحمد لله العمل بيسير على قدم وساق زي ما بيقولوا، رغم ان احنا في تطوير، ومع ذلك التطوير بيشمل ايه يا دكتور محمد؟ تطوير المستشفى بالاكمل، بس احنا بنسلم كمواقع جزئيه، ومع ذلك العمل لم يتوقف لحظه واحده، والاقسام بكامل طاقتها لم تاثر الخدمه. كم قسم دخل المستشفى؟ حدود 20 قسم، وفي اقسام طبعا جديده بتضاف، يعني حدود 20 قسم. طاقه استيعابيه كم سرير؟ الاجمالي 190 سرير، بما فيهم أسرة العناية وأسرة الغسيل الكلوي وأسرة الأورام. كلهم تشملهم. كلهم مشغولين ولا في أسرة فاضية ولا حسب نوع الخدمة. الأقسام الداخلية طبعا حسب حجز الحالات، أقسام الأورام حسب تردد معدل مثلا من 50 ل 60 حالة تردد يومي، وفي حالات نبيت. الغسيل الكلوي 3 شفتات، استيعاب مثلا حدود 80 مريض. إيه نوعية الحالات اللي حضرتك بتستقبلها هنا في المستشفى، ولا كل الحالات في كل التخصصات؟ في طبعا حسب الاقسام العلاجيه الموجوده عندي والجراحيه. عندي اقسام الباطنيه والجراحيه، تمام، وكمان تشخيصيه، تمام. يعني حتى حاليا انا بالنسبه لي بمارس او بقدم خدمه الايكو، سواء الكبار او الاطفال، بالنسبه لمنتفع التامين الصحي من خارج المستشفى، مش ضروري مريض المستشفى، الحاجات اللي جايه من وحدات التامين الصحي. طيب نقول السؤال بصيغه اخرى، ايه اهم الخدمات اللي حضرتك بتقدمها للمنتفعين او المترددين على المستشفى؟ حضرتك كان عندي الاقسام الباطنيه، عندي قسم الاطفال والباطنه، وعندي عناية متوسطة أطفال، عندي عناية مركزة، عندي ما بعد الأسطرة، عناية ما بعد الأسطرة، وعندي عناية القلب. دي الأقسام الباطنية. عندي بقى كده الأقسام الجراحية، كل الأقسام الجراحية موجودة، أعصاب وجراحة الأوعية الدموية دي مش موجودة في المكان، وجراحة الأورام بالإضافة قسم جراحة الأورام اللي ضفناه في المستشفى. ده موجود دخل الخدمة دخل من خلال سنة عملنا بيه طلب، والحمد لله تم تفعيله، ومعدين دخلنا يمكن أكثر من 150 حالة. نقدر نقول مستشفى الهلال في سوهاج بيجري كام عمليه في اليوم او متوسط العمليه؟ هي حضرتك هي يعني بتقسم العمليات صغرى كبرى، يعني في عمليات اللوزن عندي مثلا، من الحاجات دي برضو من مستشفيات، للاسف المستشفيات القليله في سوهاج اللي بتاديها للهلال التامين، مثلا من 5 ل 6 حالات يومي. عندي المعدل، انا عندي 6 اوض عمليات مشغولين باستمرار حسب المتوسط، يعني مثلا من 10 15 ل 20، ده المعدل حسب هل عمليه متوسطه ولا صغيره او كبرى. في عمليه جراحيه صغيره، وفي عمليه مفاصل مثلا، عمليه مخ واعصاب بتاخد وقت، فمعدل يومي مش ثابت طبعا، من 10 ل 20 حاله مثلا. في قوائم انتظار عند حضرتك؟
مؤكد. ما احنا حضرتك ان مستشفى الهلال يعني منوط بها الحمد لله مبادره القوام الانتظار الرئاسيه، القضاء على قوام الانتظار. طبعا احنا الحمد لله عندنا عصاره القلب واعطانا شوط كبير فيها. عندي القواقع يمكن على خط الصعيد مستشفيات الولايه ما كانتش الوحيده، حاليا مستشفى الهلال التامين الصحي معدين اكثر من زراعه اكثر من 300 قوقعه. عندي حقن الشبكيه برضو مستشفى الهلال في التامين الصحي بالنسبه لخط الصعيد، مفاصل، مخ واعصاب، كل الحاجات دي الحمد لله احنا شغالين فيها. متعاونين هنا المنتخب خالص الحمد لله خالص خالص. وانا بصراحه الاطباء والتمريض من اكفى الناس ومن اقدر الناس بالتعامل مع الناس، ناس هاديه وجميله اللي عندنا بصراحه. دكتور محمد يعني انا اتمنى لحضرتك كل التوفيق في المستشفى، ومستشفى الهلال تبع التامين الصحي يعني صرح طبي كبير وعظيم، بيشيل جزء كبير وهم كبير وبيخفف كتير بامانه عن كاهل المواطنين. ربنا يديكم القوه والصحه وتستمروا في تقديم خدماتكم للمواطنين هنا في محافظه السوهاج. دكتور محمد ان شاء الله باذن الله نقدر نوصل لديه الرساله وعلاج اهالينا، شغل غير اهالينا مظبوط. اهلا، انا بشكر حضرتك دكتور محمد. شرفتونا استاذ حازم وشرفتونا. شكرا جزيلا. في بيتكم الثاني. شكرا جزيلا. يا سلام حضرتك يا سلام. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقه اليوم من سوهاج بلد المويل والتي تابعناها مع حضراتكم من داخل مستشفى الهلال التابع للتامين الصحي بمحافظه سوهاج، ناقشنا مع السيد مدير عام فرع الهيئه داخل سوهاج ومع السيد الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال التابع للتامين الصحي اهم الخدمات الطبيه والعلاجيه وبعض القضايا المتعلقة بعمل منظومة التأمين الصحي داخل محافظة سوهاج. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة من سوهاج بلد المواويل.